مشاهدينا زي ما انتم عارفين بنطرح عليكم كل نشرة سؤال، وكان سؤالنا طبعا بالأمس هو من وجهة نظركم من هو أفضل لاعب في الدوري المصري حتى الآن، وجالنا تعليقاتكم على الصفحة وأبرزها. محمد ماهر بيقول أنا لعبت في 3 أندية، ممتاز الأهلي وأسوان والزمالك، أخدت تاني هداف وأنا في أسوان على خط الصعيد. كمان محمود هلول بيقول أنا الشيخ أحمد الشيخ العالمي، نفسي تشوفي آراء الجمهور في مباراة مصر القادمة وما التشكيلة المتوقعة. كمان محمود خميس بيقول طارق حامد المقاتل الزملكاوي. وفي كمان احمد كوكو بيقول محمود حمدي الونش لاعب الزمالك افضل لاعب من وجهه نظري. حسين جعفري بيقول انا من رايي معلول اكيد لاعب قوي، بس زي ما احنا بنقول طبعا احسن باك شمال في الوطن العربي. في كمان السلطانه بيقول انا ابراهيم وارشح احمد الشيخ لاعب مصر المقصه العالمي، وسلام يا فرح سلامي ليك. محمد ماهر بيقول ان بس مشكله مش واضح الكومنت. بودي محي بيقول احمد الشيخ الان لاعب عرف يثبت نفسه من احسن اللعيبه طبعا. في كمان محمد جميل بيقول محمود حمدي الونش لاعب الزمالك. محمد محروس وليد سليمان من وجهه نظري. احمد جمال احمد الشيخ بيقول، وكمان سامح زيدان بيقول برضو احمد الشيخ. بحب اسمي بيقول طارق حامد. هنروح معاكم دلوقتي للسؤال نشرتنا النهارده، واللي هنستنى طبعا تعليقاتكم على صفحتنا النهار رياضه. من يحرس مرمى المنتخب امام غانا من وجهه نظركم، عصام الحضري ولا شريف اكرامي ولا احمد الشناوي؟ هنستنى تعليقاتكم طبعا على صفحتنا النهار رياضه على الفيسبوك.